لوس أنجلوس جالكسي. تمريرات قصيرة متناقلة بينية ممتازة، هذه الكرة بينية ممتازة، جول جول في وقت عجز عنه المهاجمون أن يسجل الهدف الأول. ها هو المدافع عمر غونزاليس يسجل أول أهداف، وفي مرمى من يا عمر يا غونزاليس؟ في مرمى جان لويجي بوفون، نعم في مرمى جان لويجي بوفون. شاهد الكرة وشاهد التقدم عمر غونزاليس وشاهد الفرحة، فرحة جنونية أكيد، فرحة جنونية أكيد من عمر غونزاليس. أنت تسجل في مرمى كبير إيطاليا، أنت تسجل في مرمى اليوفي، هو الهدف الأول في هذه المباراة للوس أنجلوس جالكسي، وحقيقة هدف مستحق لنادي لوس أنجلوس جالكسي نظرا للمجهود الكبير الذي يقدمه لاعب فريق لوس أنجلوس جالكسي. استحقوا التقدم وبالفعل تقدموا. هدف ربما ياتي لهدف التعادل، كرة تصل ملعب، الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، والفرصة الآن تأتي، محاولة للتسديد، تسديدة قوية والتعادل، التعادل نعم، إنه الكبرياء، إنه الكبرياء أليساندرو ماتري يسجل هدف التعادل لليوفي، هدف التعادل من أليساندرو ماتري. ماتري حاول كثيرا، تقدم كثيرا، سدد كثيرا، والان يسجل الهدف. شاهدوا هنا باولو ديتشيني عرض الكره ممتازه باتجاه فابيو كواليريلا، والتسديده بعد ذلك والمتابعه من أليساندرو ماتري يسجل من خلال هدف التعادل. هدف التعادل لليوفي في هذه اللحظات، اليوفي انتفض بعد الهدف، استفز اليوفي، نعم استفز اليوفي من خلال الهدف الذي شاهدناه من نادي لوس أنجلوس جالكسي، ولكن ماتري أليساندرو ماتري يعادل النتيجة. أنتونيو كونتي، بينما هنا فرصة لمصلحة لوس أنجلوس جالكسي، جول جول ثاني للوس أنجلوس جالكسي، الهدف الثاني إذن يأتي في وقت كنا نشاهد فيه ملامح هذا المدرب، ونشاهد الآن فرحة هذه الجماهير بالهدف الثاني من دونافان. دونافان يسجل الهدف الثاني للوس أنجلوس جالكسي، ولوس أنجلوس جالكسي في هذا الشوط، الشوط الثاني يتقدم كذلك. فيدل خطأ كان من فيدل، والكرة بعد ذلك أرسلت إلى دونافان بعدما قطع الكرة روبي روجرس. شاهد الضغط على حامل الكرة، وصلت إلى روبي روجرس، وهنا مررت باتجاه اللاعب دونافان، ودونافان يسجل الهدف الثاني. إذن عمر غونزاليس ودونافان من جانب لوس أنجلوس جالكسي بهدفين مقابل هدف لفريق اليوفي كان قد سجله اللاعب أليساندرو ماترو أو أليساندرو ماتري. الرابع في بطولة بثمانية أندية، بيرلو، بيرلو والخطة، ماذا فعلت يا بيرلو؟ ماذا فعلت يا بيرلو؟ أهديت كرة إلى اللاعب روبي كين، والروبي كين يسجل الهدف الثالث. بيرلو وخطة فادح من أندريا بيرلو، الخط الأول كان من فيدل، وشاهد شاهد أكيد النظرات وأكيد الاستغراب من السيد أنتونيو كونتي. خطأان، الأول من فيدل والثاني أتى من بيرلو. بيرلو شاهد الكرة وشاهد التمريرة، التمريرة وكأنها هدية للاعب روبي كين، أرادها إلى الحارس أو إلى أوفونا، ولكن روبي كين أخذ الكرة وتقدم بالكرة وسجل الهدف الثالث للوس أنجلوس جالكسي. ماذا فعلت يا بيرلو؟ ماذا فعلت يا بيرلو؟ أكيد السيد أنتونيو كونتي، يعني أنتونيو كونتي لسان حال هذا المدرب.